إلهي يا منتهى أمل الآملين، ويا غاية سؤل السائلين، ويا أقصى بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد شفيع الورى ورحمة رب العالمين، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وإخوانه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة أخرى من برنامجكم مناجات. مناجات فسحة إيمانية وروضة ربانية، ومناغاة للقلوب بالكلم الزكي والنغم السني. مناجات استمالة للوجدان بألطاف العناية وسوابق الرحمة الإلهية إلى الحضرة العلية. مناجات تسبيح وثناء بين يدي الذات العلية، وتذلل لتجليات العزة والكبرياء لإله الأرض والسماء ذو الجلال والإكرام. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. ولقد مددت يدي بالذل مفتقرا، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أعزائي المشاهدين الأفاضل، قال الحق سبحانه وتعالى في حديث قدسي عظيم: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة،
المبادأة بالإحسان، ومقابلة الزلة بالغفران، والإساءة بالصفح، هو شأن الكرام. والله سبحانه وتعالى كريم، بل هو الكريم على الإطلاق، إذ لا يصل الكرم إلا من جهته، ولا يدرك النفع إلا من قبله. وإعلامه سبحانه عباده بكرمه تثبيت لقلوبهم كي لا تنخلع من شدة الخوف، ولكي لا يلقي بهم القنوط من رحمته في مهاوي الخسران والخذلان. فإن اعتدى العبد على حرمات الله بمعصيته وظلم نفسه بذنبه، يلزمه التشبت بأذيال عفو الله وصفحه، لا تعجز قدرته ولا مغفرته ذنب ولا معصية، وتعجيزهما تعطيل وصفه سبحانه. يقول الحق سبحانه في حديث قدسي: ما غضبت غضبا قط كغضبي على عبد أذنب ذنبا فاستعظمه أمام عفوي. الذنب وصفك أيها العبد، والعفو والرحمة والمغفرة وصف الحق سبحانه، فليلجئك وصفك الدني إلى وصفه السني، وفعلك القبيح إلى وصفه المليح. جاء في مناجاة ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: إلهي مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. إذا كثرت منك الذنوب فداوها برفع يد في الليل، والليل مظلم، ولا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوطك منها من خطاياك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمسرفين تكرم. إن علم العباد برحمة الله وكرمه يستفزهم للفرار إليه والسير إلى حضرته، فإن المرء لا يرجو من لا يثق في كرمه، ولا يأمل إلا في من يستيقن عطاءه، ولا يطلب إلا ممن لا يخيب ظنه. والله تعالى استعبد القلوب بالإحسان، وكل هذا مما وصف الحق نفسه به، بل وأظهر الآيات في الأنفس والآفاق ليستيقن عباده بذلك، ويطلبونه ويرجونه ويحبونه. أحياناً تهب على النفوس من ظنون السوء في الله مما جنته أيدي العباد من المعصية والدن، ما يجعلها تظن بأن الله سيعاملها بنفس الشح الذي في نفوس البشر، ونفس الحقد الذي بينهم، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. إن الله الغني الكريم سبحانه لا يمنع سائلاً، ولا يرد طالباً، ولا يخيب راجعاً. جاء في الحديث أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من يحاسب الناس غداً يوم القيامة؟ فقال: الله من يحاسبهم. فقال الأعرابي: أهو بنفسه لا يكلف أحداً غيره؟ قال: نعم، هو بنفسه لا يكلف أحداً غيره. ففرح الرجل وانطلق مسروراً، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ما الذي أفرحك؟ فقال الأعرابي: إذا كان الله سبحانه هو من يحاسبنا فهو الكريم، والكريم إذا قدر عفا، وإذا استسمح سمح. لا إله إلا الله،
الكريم إذا قدر عفا وإذا استسمح سمح. هكذا النفوس الساذجة الطاهرة بفطرتها السليمة تدرك أن الموصوف لا بد أن تلحق به أوصافه، وأن الكريم لا يصدر عنه إلا ما يليق بذاته، ولا يلجئه محدث عن تعطيل وصفه قديم. إنه الكريم الغفور الرحيم، وأوصافه له تليق بذاته، ومنا ما يليق منا من العجز والذنب والمعصية والسهو والنسيان. وليس لنا إلا التعلق بأوصافه والاستثار بها والتزلف إلى ذاته والهيام فيها. جعلنا الله وإياكم من أهل الكرم والمكرمات. ولا فضله عن فسحة القصد الضيق، له خلق ألا يخيب سائلا، وجود به كل عوالم يغرق، فوالله مجود يكون سجية، ومن يحلو إليه التصدق كجود الذي يعطيه قليلا تكلفا من البخل إلا أنه يتخلق.
عطان إذا القصار بالباب حلك وكن ساكنا يا صاح إن كنت كيسا إليه ودع من بي سوايا تعلق فذو فاقة والله ليس بنافع لذي فاقة إذ فاق روحي وبه محدق وداوم على ذكري الغني حقيقة تكون ذا غنى فالطبع للطبع يسرق الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله 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 لا أعزائي المشاهدين الأفاضل، في فقرة بشارة المحبوب اخترنا لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الديمومة على الإخاء القديمة فداوموا عليها. قال صلى الله عليه وآله: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك، والحمد لله رب العالمين. وامتلأ الكون بأنوارك وأشرق الوجود بلوامع سواطع أسرارك
وتنزل غيث رزقك من سماء إمدادك وعم قبض فضلك جملة بلادك وكافة عبادك وخصصت بسر أحديتك الصفوة الخيرة من عبادك فغابوا فيك عما سواك وظهروا متسربلين من اسمك الطاهر بسرابيل قدسك وحلل أنوسك وملابس وفاك لك الهوية المطلقة والعظمة التي تخر عندها جهات السماوات وجبال الأرض هدا يا باسط يا ودود يا مالك يا معبود يا مقصود يا موجود تفضل